يسويها يومياً. وقف الحلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عاصفة النار وعلى حلبة العاصفة حتواجه كل بلابلة فايز. شوف من بلابلة فايز حيقدر يفوز على بلبل العاصفة في حلبة الإعصار. وكل بلابلة فايز اللي حيلعبوا ضد العاصفة وصراحة ما توقع إن فايز حيقدر يفوز عليهم. ما تعرفوا لعبة البلابل دائما يكون فيها مفاجآت. نبدأ دحين بأول جولة أول نزال الببق المسيطر. أوه ماي جاد الببق سواها. ما توقعت إن في بيبي حد يسويها أو ممكن يسويها حتى. البرق خسر مع أول جولة. أوكي عادي. ثانية. أوه ماي جود جماعة مرة سريع. والله سريع مرة البرق. إلى الآن العاصفة ما قد سواها ولا مرة بسرعة. فالآن ما شفنا قوة العاصفة. تنين. يا عاصفة يا فسامت التنين صراحة قوي يا جماعة. اوكي فاس العاصفة نلعب جولة ثانية. حلو يا تنين. اوه ماي جود والله كان حيسويها يا جماعة. شو قاعدين في الحلبة الثانية. نلعب كمان جولة. يلا يا عاصفة ويلا يا تنين. تنين تسويها، العاصفة تسويها، كل واحد خرج الثاني من منتصف الحلبة. والفايز في النزال هو عاصفة النار. قبل ان ننتقل للنزال اللي بعده، يا جماعة كلكم انزلوا تحت دحين في صندوق الوصف، ضيفوني في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتجر الخاصة بالقناة، إذا كانت الروابط ما تشتغل معاكم، فهذه الحين قدامكم صور مواقع التواصل الاجتماعي. نحب ننشر بلاي بيبتل أو بلاي بيبلاد الأصلية أو المستوردة أو من شركات مختلفة ومستلزماتها مثل الحلبات جزء الإطلاق والألعاب المختلفة، فكلها حتكون موجودة في متجر سويت تويز. هذا متجرنا يا جماعة نوصل فيه لجميع دول العالم، وجميع طرق الدفع الإلكترونية موجودة، والدفع السلام متوفر داخل المملكة العربية السعودية. فاصبحوا في المتجر شوفوا المنتجات حاليا في عرض اليوم الوطني، حتستفيدوا منها مره كثير، يعني في خصومات على اغلب المنتجات، وبالنسبه للمنتجات الغير متوفره راح تتوفر خلال نقدر نقول 15 يوم ان شاء الله، بحد اقصى 18 يوم وتكون موجوده عندنا في المتجر. راح نصور لكم عنها مقطع. واو ما توقعت شجاع اسويها. الشجاع فاز هو خرج، يعني البرق خرج اول او العصر خرج دول بعدين خرج الشجاع. ثانية. حلو يلا ايش اسويها. اوه ماي جاد يا عاصفة فاز العاصفة. الحين بدأنا ندخل في الحماس، المقطع بدأ يصير حماس اكثر. هذه جولة حاسمة ترى. يلا يا عاصفة. اوكي طاح البلبل. شجاع العاصفة مين حيفوز؟ عصف النار او الشجاع مغند؟ وفازت العاصفة. يا جماعة حنغير النمط الحلبة الى النمط اليساري عشان حنلعب الوميض. الوميض يسويها ولا يسويها؟ الوميض وقف الحلبة. الوميض من قوة الثقل وقف الحلبة قبل شيء. طب مين فاز قبل شيء؟ شوف كيف شايفين كيف قاعد تسويها؟ يسوي كذا بقوة يوقف الحلبة. الحين 1-0 العاصفة جولة ثانية. واحد يا وحش الوميض. حنغير الحلبة لنمط العاصفة المفضل. بضربة واحدة هو قاعد يحتفل. جولة. وبضربتين او بدفة نقدر نقول فاز العاصفة. المهم واحدة. بشوف العاصفة يقدر يسويها ولا غير الدورات الحلبة. لا مستحيل دقيقة دي. مستحيل العاصفة يسويها. ما حتسويها غير الدورات. نغير الدورات حق الحلبة ونلعب جولة ثانية. نشوف براش نسويها ولا شوية بس كده يسويها بس يتجنن. يعني لازم يحلف الحظ في الضربة يسويها ويحلف الحظ. خلاص دحين راح نبدا نلعب جولة واحدة من كل بلبل عشان ننسى المقطع. فخلاص خلصنا براسل نرجع حلبة يساري ولا يميني؟ يساري. فنرجع حلبة النمط اليساري. هيا 1-0 بلاب القوي اللي زي اللهيب راح نلعب معاهم يعني اكثر من جوله. واو
بس العصفة بس حلو يعني اللهيب اللهيب والوميض هم أقوى اثنين واجهوا العصفة الآن. ضح يا أمام أبن ووو جولة راح نلعبكم الجولة بعد 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 أحمد طبعا شباب الحلبة هذه المسرحية كان يجي معاها دينسور لا برتقال ايوه كذا حول الحلبة الحين ما نقدر نحطه ما ادري فين اصلا لا موجود بس انه متقطع كذا هو أيوه. هو كذا من ورق بقوه خلاص صار خلاص صارت معاه من جد كان بيبي بعد مين يلا نجيبه ابيه ما ابيه الفضاء ايش اسمه ليس الفضاء كذا بيبي الغيث بيبي الغيث المره المليون كويس يا ما توقع قاعدين تحنا نكون مدبب والبيبل لازم يكون نحيف وسريع سريع ايوه عشان يسويه شكله حيفوز يعني وفاز على بلبل معركة حيدية يكون بلبل رياضي يعني مو زي هذا توكيا دب تعال يا خواف دخل في النص وما كان ضربه وخرج كيف كذا وقوي والله هذا اندب ضرب واحدة اوه ماي جاد قوي هذا متعافي ها متعافي من جديد جولة ثانية متعافي وكترولي والله مشكلة والله انه قوي ايش هذا ما يتزحزح مسيطر على المنطقة والله هذا زي الفيل يا جماعة خلاص 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 مو زي هو فيل يلا هذا بلبل تحدى يتحط انحابي اوه انحابي الا حاب شمس ايه بيضرب 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 يا عم شمس ايوه ما اظن ما اظن ما اظن حد يفوز العصفة واقع ثلاث ضربات نايس حينه مع اخر نزال في المقطع ضد الجوك والحكم خرج خاف خرج لحاله باقي باقي جيب جيب كمان جيب كمان واحد شفت السرعة انتوا يا جماعة حلو وداهم مع مهزومة على طول اوه قولوا هذا ارسينا الكاتب متوجه صح الكاسب هيا يا كاسب قوية والله بيم ما توقعت منه قادسة بتاح مدكبة اوه فاز الكاسب جو جو ثاني اجين 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 زال حلو زال حلو يلا واحد واحد قوية بس انه متحمس جو واحد واحد باقي اخر جولة لا مدفع ايش هذا خير 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 خلاص سكبنا الكاسة اخر بلبل اخر بلبل هذا كمان قوي ومدفع فيه ليش هذا ايوه خلاص 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 نلعب اخر جولة الكاسف انه كان باقي كاسه اصلا كاسه 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 كان باقي جول حاسم زي الكاسه دقيقه فصراحه ما توقعت انه في بلابل من الفايز قدر يفوز على العاصفه والكاسه فاز في الجول الحاسم وده كان موضوع غريب يا جماعه انه في بلابل من الفايز يعني من البيرس فاز على معركه حيديه اوكي فبس هذا كل عندنا لا تنسوا لايك وشير وتعجب وتنبهر شكرا لكم على المشاهده وصلنا في ختام في الحلقه الجايه ومع السلامه يا عمي بيان من هناك تركب خايف ولا ليش هذا رهيب والله نصر الارض جبار الله انه قوي يا جماعه واحد من افضل بلاوي